اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فيروى أن امرأة من الأنصار حاكت جبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يلبسها، فلبسها صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، فرآه رجل من الأنصار فقال: اكسميها يا رسول الله، ألبسني إياها. فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من فوره وأعطاها لهذا الرجل. فقال الصحابة الكرام: كيف تطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها؟ فقال: أنا ما طلبتها من أجل أن ألبسها، إنما من أجل أن أتكفن بها يوم أموت. يفاد من هذه القصة ويستفاد منها عبرة هي السخاء، خلق السخاء، وما أحوجنا ونحن في رمضان إلى هذا الخلق، خلق السخاء. والحقيقة أن هذا الخلق كان موجودا حتى في الجاهلية، فحاتم الطائي كان إذا لم يأته ضيف قال لعبده: اضرب الدفة وأوقد النار، فإن جاء ضيف فأنت حر، من شدة كرمه وحبه لهذا الخلق. هذا كرمه. أما كرم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذاك السائل يسأله مما عنده من الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنفق كل ما لديه، فقال له: اذهب واستدن علي، اقترض على اسمي، ابتع على اسمي. فسيدنا عمر من باب الحب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما كلفك الله ذلك؟ لماذا تقول له اذهب واقترض على اسمي؟ فجاء رجل من الأنصار بعد أن تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الغضب في وجهه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتلون، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره. فقال له: ما كلفك الله ذلك يا رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنفق ولا تخف من ذي العرش إخلالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: بذلك أمرني ربي يا عمر. لذلك قالوا: ما قال نبينا لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. يا من على الجود قد صاغ الله راحته، فليس يعرف غير البذل والجود، عمت عطاياه من في الأرض قاطبة، فهو والجود منحوتان من عودي صلى الله عليه وسلم. وتعلم الصحابة منه هذا الخلق، خلق السخاء. فذاك عثمان في عام الرمادة عندما أصاب الناس ما أصابها من الجوع ومن الفقر والفاقة، يأتيه قافلة مليئة محملة بالمواد الغذائية على حسب زمانهم. فسيدنا عثمان رضي الله عنه تأتي إليه التجار، تجار الأزمات في كل زمان ومكان يعني لهم وجود. قالوا: يا عثمان، أتبيعنا هذه البضاعة ونعطيك ضعفين؟ فأجابهم رضي الله عنه: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك ثلاثة. قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك أربعة. قالوا: أعطيت أكثر. قالوا: يا عثمان، نحن تجار المدينة، فمن الذي أعطاك أكثر؟ يعني حارتنا ضيقة وبنعرف بعض. فقال لهم: الذي أعطاني هو الله سبحانه وتعالى، أعطاني بالدرهم عشرة. يعني أنه أخذ بالأحاديث والآيات التي تثبت أن الحسنة بعشرة أمثالها. سبحان الله، السخاء خلق عظيم من أخلاق هذا الدين الإسلامي الحنيف. والإنسان عندما يعامل الناس بالسخاء وبالعطاء، الله سبحانه وتعالى يعامله بذات الخلق. قال العلماء: كما تعامل الخلق يعاملك الخالق. إذا عملت الخلق بالإحسان عملك الله بالإحسان، وإذا عملت الخلق بالسخاء عملك الله بالسخاء، وهكذا كل خلق على حسبه. ومما يروى في ذلك أن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير العطاء، ومن خشية من كثرة عطائه خشي أصحابه وأقاربه
أن يجعل أولاده عالة، ألا يترك لهم شيء. فذهب له ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، كلمه أن خفف قليلا من هذا السخاء وهذا العطاء، فإن لك عيال ولك أولاد ولهم عليك حق. فيبدو أنه لم يسمع منهم، فذهب إلى الحسن والحسين سبطان النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، قال كلماه عساه يسمع منكما. فجاء إليه قال له أنت عندك عيال وأولاد، وهذا يعني ربما تصل إلى الفقر والفاقة ولا تترك لهم شيء وأنت غير مأمور بذلك. فقال لهم هذه الكلمة، قال لهم الله سبحانه وتعالى عودني عادة العطاء وعودتها عباد الله، فأخشى إن أنا منعت عطائي أن يمنع الله عنه عطائي. فالله سبحانه وتعالى كما يعامل الإنسان الناس الله سبحانه وتعالى يعامله، لذلك الإنسان عليه أن يتعامل مع الناس بسخاء بكرم. ونحن الحمد لله في بلادنا بلاد الشام بلاد البركة والسخاء حقيقة، اليوم يعني تضرب أروع الأمثلة، الجمعيات الخيرية، الجوار مع بعضهم البعض، سخاء يعني منقطع النظير ولله الحمد والمنة. ومن فوائد السخاء الحقيقة أن السخي محبوب عند الناس ومحبوب عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة. فسبحان الله السخاء خلق عظيم ينبغي علينا أن نعود وأن ندرب أبناءنا عليه، على الإنفاق على السخاء، لا سيما ونحن في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق. ثم أمر آخر هام جدا، أصل هذا الخلق هو حسن الظن بالله، الذي ينفق والذي يعطي هو يحسن الظن بربه أن الله سبحانه وتعالى يعوض عليه. أما الذي لا يدفع ولا ينفق ولا يساعد ولا يقدم العون ولا يصنع المعروف، فهذا يسيء الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى لن يعوض عليه، لذلك هو بخيل. والله سبحانه وتعالى لما خلق جنة عدن قال لها تكلمي، فقالت أنا حرام على كل بخيل مرائي، لا يدخلني البخيل ولا يدخلني المرائي إلا إذا تاب وأصلح وعمل صالحا. فالله أسأل وبالنبي صلى الله عليه وسلم أتوسل أن يجعلنا من أهل السخاء ومن أهل العطاء ومن أهل الكرم والجود، وهذا هو المأمول من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.